عاملين ايه. يلا بينا نعمل الشيب ده مع بعض كده ونشوف شوية حلول في طريقة المودلنج بطريقة النيربس، تمام؟ ونشوف شوية برضو تركات وشوية ايه حاجات تنفعنا كده واحنا شغالين. طيب احنا هنيجي هنا كده علشان خاطر نبني الكلام ده مع بعض من الاول. تعالى نيجي كده نروح ماسكين كل ده واجي هنا اقول له مثلا layer create layer from selected، واجي هنا هعمل له hide بحيث ايه اخفيه، ونشوف الطريقة اللي احنا هنشتغل بيها. طيب انا بما ان هنا الكلام ده عندي انا بشتغل من reference، بمعنى ان انا عندي صورة بشتغل منها، فانا هاجي كده من view image plane واجي هنا اقول له import image، تمام؟ واختار الصورة اللي انا عايز اشتغل منها، كويس؟ هيجيلي بالمنظر ده. طيب تقدر بالموف تول عادي تحركها فوق وتحت يمين وشمال زي ما انت عايز، بس هنا لازم تاخد بالك من حاجة، ان انت لما تيجي تكريت الريفرنس بتاعك بالمنظر ده لازم تيجي هنا على البرسبكتيف وترجعها على الزد اكسس، ليه؟ هي الديفولت بتاعها هنا بيبقى في الزيرو. فلما انت تيجي تشتغل هنا كده هتلاقي ان الشيب اي شيب انت هتعمل له كرييت، تمام؟ هتلاقي الصوره دي قطعه بالنص بالظبط. فاحنا عشان كده بنعمل ايه؟ بنروح ماسكين ده ومرجعينه لورا على الزد اكسس. خلي بالك انت هنا مهما ترجعها وتطلعها لقدام على الزد اكسس مش هتاثر عندك هنا في الفوت. فدي برضه حبيت ان انا افوكس عليها في الاول كده عشان تبقوا معايا على الخط. طيب تاني حاجه ان انا هاجي هنا هشتغل بطريقه النيربس. بطريقه نيربس زي ما احنا كنا قلنا في المحاضره الاولانيه، لو حد ما كانش شافها ممكن يرجع في البلاي ليست هيلاقيها، ان احنا بنستخدم كيرفيت علشان خاطر نكرييت السيرفس. فاحنا تعالوا نبص كده على حاجه. انا هاجي دلوقتي هنا كده على كرييت كيرف تول، سي في كيرف او بيزير اللي يريحك، اي طريقه من الطرق كلهم صح. فانا هاجي هنا كده واطمن ان الكلام ده اعمل له ريسيت تول على كيوبيك، تمام؟ واجي هنا اقفل. يبقى انا لو جيت وابتديت ارسم اي شيب هو اوتوماتيك هنا هيكريت الايه الفيرسيز، ومنها بيجنريت الكيرف اللي انا هقدر اطلع منه بعد كده السيرفيس بتاعي. طيب بدوس انتر علشان تبقى ايه خلصت رسم. انا بس بدي انترو سريع لو في حد لسه ايه جديد في المايه او حاجه. طيب اللي انا هعمله هنا ان انا هبتدي اشف الشيب بتاعي الاوتلاين، وهستخدم تكنيك هنا اسمه ايه من سيرفيس، حاجه اسمها ريفولف. طيب فانا هاجي كده وابتدي اشف الكلام ده اهو من السنتر بتاعي بالظبط. دوس شيفت لو انا عايز الكلام ده ستريت لاين، ممكن نقرب. تمام، هي هنا في شفه طالعه، يبقى هطلع وبعدين هبتدي ايه امشي انزل تحت. طيب شايفين الجزء الغامق ده هنا؟ دي منظور. يعني ايه منظور؟ يعني الصوره اللي متاخده اللمبه اللي احنا بنعملها دي كانت الكاميرا من تحت شويه، فهنا ده انا مش محتاجه عندي في الاوت لاين. انا اللي هحتاجه هنا في الاوت لاين ان الكلام ده يبقى ستريت، تمام؟ وبعد كده عندي هنا الجزء ده ولا كانه موجود، وهنزل على بقيه السطح بتاعي المنظر ده، ماشي؟ واجي هنا مثلا ادوس انتر اقول له ان انا خلصت، اوكي. طيب يبقى لو جيت مثلا بسيط بعد ما خلصت مثلا دي فيها اي مشكله ولا حاجه، عادي رايت كليك على الكيرف واجي هنا اختار كنترول فيرتكس، واجي همسك البوينت واعدل مكانها زي ما انا عايز. وممكن مثلا انا شايف مثلا البوينت دي ما طلعش ليها لازمه، خلاص ممكن امسحها. البوينت دي برده ممكن ما لهاش لازمه، ممكن امسحها. ممكن اجيب دي مثلا كده او اظبط الايه الكيرف بتاعي زي ما انا محتاج. طيب هجنريت ازاي السيرفيس بتاعي من الكيرف ده؟ هاجي هنا كده من المنيو بتاع السيرفيس وهختار هنا ريفولف، اوكي. طيب مجرد ما انا عملت كده تعال نبص في البرسبكتيف ايه اللي حصل. هتلاقي هنا هو عمل جنريت للسيرفيس ده، بما ان انا مستخدم التكنيك بتاع ريفولف فهو 360 درجه متماثل مع الايه مع اللاين بتاع الكيرف اللي انا رسمه. طيب ليه هو هنا لونه اسود؟ علشان اتجاه السيرفيس. طيب بما ان احنا بنحضر ده بقى علشان نشتغل عليه التكشرز في الجزء بتاع الريندر مان واللايتنج، تمام؟ فانا مش هاجي هنا من اللايتنج واقول له تو سايدد، لان قلت له كده المشكله اتحلت. لا انا عايز اعدل السيرفس لان ده ليه علاقه بريفليكشن ويبقى مظبوط والكلام ده كله. فانا هاجي همسك السيرفس بتاعي واجي هنا من سيرفيسز واقول له ايه ريفرس دايركشن. هتلاقي الكلام ده او اللون الاسود بتاعه خلاص راح واتعدل الشيب. ممكن اجي هنا احطه مثلا في لاير انا مسميها كيرفز سيلكتد. طيب برضو نخلي بالنا من حاجة، ان هنا برضو معرفش انا حاسس ان الناحية دي ناقصة شوية، خلاص عادي. طيب لو انا مسكت هنا الكيرف اللي انا كنت لسه راسم بيه الشيب بتاعي اللي هو اللي انا استخدمته هنا،
شايفين هنا السنتر بيفت بتاعه فين؟ تعال نطلع السنتر بيفت فوق كده شويه عشان نشوف. لو انا مسكت الكيرف ده وبعدته لبره شويه هتلاقي الشيب بتاعك بيكبر. ليه؟ لان هنا هو بيعتبر ان الريفولف ده من السنتر بتاعي، من الصفر بتاعي ده. طيب يبقى هو هيلف 360، لو انت قربت هنا هيبتدي يعمل حاجه اسمها اوفرلاب، ان هو هيدخله في بعضه، فانت كده يعني شويه الشيب بتاعك بيبوظ او بيديستورت. تمام؟ طيب. لو بعدت هنا كده هتلاقي الشيب بتاعك ايه؟ بيكبر، لان هو بيعتبر كده ان انت المساحه من هنا لهنا هي دي اللي هو هيلف عليها الشيب بتاعك. طيب يبقى انا ممكن اجي امسك مثلا الشيب بتاعي واجي اقول له برده موديفاي سنتر بيفت، تمام، واحركه من هنا دي شويه عشان خاطر يماتش السايز بتاع الشيب اللي عندي. طيب تعالوا بسرعه كده بقى نعمل الباقي، وانا حتى ممكن اسكت وايه امشيها لكم بالتصوير السريع لان هي ما فيهاش حاجه بتتشرح قوي. انا دلوقتي عندي الازاز هنا المفروض ان هو هيبقى ماتيريال منفصله بتاعه جلاسز والباقي مثلا ميتال. طيب افصل الكلام ده ازاي؟ هاجي هنا كده كرييت، هدخل على الايسبرم مود كومبوننت ايسبرم واجي سيلكت الايسبرم اللي انا عايزه واحطه مثلا هنا، ماشي، وهاجي من الايكون او من المنيو بتاع السيرفيس واقول له ديتاش. طيب او ان انت بتختار مثلا ايسبرم موجود اوريدي مش لازم تحرك واحد، وتيجي هنا برده من سيرفيس تقول له ديتاش، هتلاقي هنا خلاص ده سيرفيس لوحده وده سيرفيس لوحده. تمام، بس عايزين نتاكد احنا مسكنا ايسبرم صح ولا مسكناه تحت شويه. انت مسكته تحت شويه، ممكن كان يبقى فوق شويه، لا مكانه هنا كويس. اوكي، يبقى احنا كده مثلا واحنا بنشتغل عملناه براحتنا وبعد كده ايه قطعنا. طيب تعالى نشوف الجزء اللي تحت نعمل فيه ايه، برده نفس الكلام كده احاول ايه نسكت ونعمل الكلام ده بالفاست موشن عشان الفيديو ما ياخدش وقت. تمام، طيب هنا في بس نقطتين عايزكم تاخدوا بالكم وانا برسم. انا جيت هنا على الجزء ده، شايفين هنا في الشفه اللي خارجه دي، فانا عشان كده عملت القطعه دي. نفس الكلام هنا اللي هو الحته الحز اللي خارج ده، عشان كده برضو عملت الجزء ده. وهنا احنا قلنا هنحاول نعادل فكره المنظور، فهي دي في الحقيقه، انما لو انا هرسم الاوت لاين انا هرسمه ايه بالمنظر ده عدل. تمام، يبقى انا لو جيت هنا برضو استخدمت ايه ريفولف عمل لي الشكل ده، بتهيألي برضو للأسف برضو محتاجة تكبر شوية. تمام، هناخد الصورة الكيرف سوري ونبعد بيه لبره شوية علشان يماتش أكتر. تمام، نفس الكلام هنمسك ده وهنقول له ايه سيرفيس ريفرس دايركشن. احنا كده طلعنا الشكل ده بمنتهى السهولة، مخدش مننا وقت ولا أي مشاكل، وإلى حد كبير نقدر نقول إن هو يعني شبه فاينل، أو بس محتاج شوية تفاصيل هنا وشوية تفاصيل هنا. طيب الجزء مثلا بتاع الإيد بتاع اللي هي الحتة بتاعت المسمار أو الجزء اللي بيطلع منه الكلام ده، تعال نشوف كده طريقة سريعة. هاجي هنا سوري
هاجي هنا اقول له كرييت سي في كيرف برضو، وهاجي هنا هقول طيب انا الكلام ده خارج عندي منين؟ خارج عندي من الجسم بتاع اللامب هنا، فانا هدوس هرسم ابتدي ارسم الكيرف بتاعي، اختار اي خط من الايد وامشي معايا. يعني انا مثلا خدت الخط اللي هو في النص ده، هو ده اللي هبتدي امشي معاه. تمام اهي لغايه ما ايه وصلنا للشيب اللي فوق. طيب انا لو جيت دلوقتي عايز اعمل الشكل ده، اسهل طريقه ممكن نعمل بيها ايه؟ لو انا جيت مثلا قلت له بقول لك ايه، طب متجيب لي كده كرييت سي في كيرف تول تاني، وتعالى نبص السكشن هنا بتاع الكلام ده عامل ازاي، او القطاع بتاعه عامل ازاي. انا هاجي هاخد مثلا الجريد ده او الاكس ده كانه هو السنتر بتاعي، دوس اكس عشان اسناب عليه. تمام، وهاجي اتخيل الشكل هنا، فانا عندي ده كده وبعدين نزل وبعدين طلع وبعدين نزل وبعدين طلع وبعدين نزل تاني، صح كده؟ يعني عامل كده صح، وبعدين في طلعه خفيفه اهي، وبعدين ينزل تاني، وبعدين نفس الكلام هنا اهي، وبعد كده ابتدى ينزل لغايه ما وصل لغايه الاخر. مظبوط. طيب انا دلوقتي محتاج للكلام ده نصين، هنشتغل بطريقه الايه الاكسترود. طيب اول حاجه ان انا محتاج ان انا اظبط الكلام ده على السنتر بالظبط عشان ما يضايقنيش، اهو على السنتر بالظبط. تمام، محتاج امسك الكلام ده واعمل له دوبليكيت، فانا هاجي اقول له مثلا موديفاي سنتر بيفت اهي ماشي. عايز اسناب السنتر بيفت هنا، فبدي اعمل ايه؟ بدوس دي علشان نغير الايه السناب بوينت، وهاجي هنا ادوس سي وبالميدل ماوس هلحق همشي بس على الكيرف، تلاقي هو لقط على طول راح عليه. فدي تريكايه برده ظريفه ايه وانت بتسناب. طيب همسك ده راح اعمل له كنترول دي دبل كيت، هاجي على انهي اكس السكيل بتاع اكس واقول له ماينس 1، فانا هاجي سكيل ماينس 1 على الاكس، كملت الايه السكشن بتاعي اللي انا هشتغل منه. طيب انا عايز اخلي الاثنين دول وان شيب، هاجي هنا كده من كيرف واقول له ايه اتاتش، مش من سيرفس، خلي بالك لما تبقى ماسك كيرف اشتغل من المنيو بتاعت كيرف، لما تبقى ماسك سيرفس اشتغل من المنيو بتاعت سيرفس. فانا هاجي هنا من كيرفز واقول له ايه اتاتش اهي. تمام، هتلاقي هنا هو شايفين في شيب ده الجديد ودول القدام. هاجي هنا ما انساش ان انا اروح اعمل ايه، ماسك الكلام ده وقايل له ايديت ديليت باي تايب هيستوري. ليه؟ عشان لو جيت تحرك انت الشيب ده مثلا او ده او حاجه، ساعات الهيستوري بيضايقك وبيبوظ الشكل. تمام، يبقى ادي الشيب بتاعي اهو مفيش مشاكل. ممكن اقول له هنا برضو ايه موديفاي سنتر بيفت ماشي. همسك ده شيفت سيلكت الكيرف اللي احنا ماسكينه ده، وهاجي هنا من سيرفيس واقول له ايه اكسترود. فين اكسترود؟ اهي. كويس، واطمن هنا ان احنا زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت ان انا مختار كل اليمين اللي هي تيوب ات باس كومبوننت بروفايل شانل علشان يظبط الكلام ده في مكانه زي ما هو، وياخد ده الجايد والكلام ده كله. اكسترود، لو جينا دوسنا هنا كده رقم 5 ولع في وقت اهبل جدا عملنا الكلام ده. طيب انا مثلا حاسس ان هي مش مظبوط قوي، ممكن اجي هنا بالسكيل تول مثلا وابتدي ايه اصغر الكلام ده شويه بحيث ان هي تبقى ماتشنج اكتر والدنيا اصرف. طيب انا حاسس ان هي عايز تنزل لتحت شويه، صح ولا انتوا ايه رايكم؟ محتاجه تنزل لتحت شويه. خلاص ممكن اجي هنا امسك الكيرف، لو جيت هنا دوست على رقم 4 اهي مسكت الكيرف تمام، وبالموف تول ابتديت انزل لتحت اهي، هو بينزل لي الشيب كله. طب افرض ان انت مش عايز تنزلها كلها، انت عايز بس تنزل الجزء اللي تحت ده ان هو يبقى شكله مختلف او نزل لتحت شويه، خلاص ممكن اجي هنا بالكنترول فيرتكس وامسك شويه البرسيس دول واعمل ايه انزل بيهم لتحت شويه، هو هيفهم هنا ان انا عايز اللحام يبقى هنا مش فوق. ماشي، برده نفس الكلام لو انا حابب ممكن اجي مثلا اخد الاثنين بوينت دول وادخلهم لجوه اكتر شويه، مثلا امسك البوينت دي واخرجها بره شويه بحيث ابقى مطمن هنا ان ايه الكلام ده في المكان اللي انا عايزه بالظبط. ماشي، طيب فبالتالي ممكن تنزل تحت شويه، اه مش هيجري حاجه على فكره. اوكي، برضو كنترول فيرتكس، هنمسك كل دول وانزل لتحت حاجه بسيطه، شوف ده ننزل لتحت ايه، هو في حاجه هنا بتلف باب باب، تعالى نشوف مش عايزين نبوظ الدنيا.
اتاكد اصرف. ماشي الكلام. طيب انا مش هعيد بقى كل الكلام ده مره تانية. هاجي هنا همسك دي وراح اعمل ايه؟ دوبليكيت كنترول دي. هاجي هنا على انهي اكس؟ اكس اكسس صح. هاجي اقول ماينس 1 عمل لي الكلام ده الناحيه الثانيه وما فيش اي مشاكل. هندوس سيف علشان ايه؟ ما نخسرش الدنيا لو حصل الكمبيوتر كراش ولا اي حاجه، خصوصا ان انا مشغل كذا برنامج في واحد، علشان ايه الدنيا ما تبوظ. طيب تعالوا نشوف هي دي هيبقى فيها تركيه ظريفه كده ممكن نقولها. الجزء اللي هو بتاع المسمار ده ماشي، ونشوف ازاي ممكن نعمله. طيب هو الشكل بتاع المسمار هنا ممكن نمسك دي برضه نحطها في الكيرفز، يمكن نحتاج الكلام ده قدام هايت. تمام هاجي هنا وابتدي اشوف. انا هاجي مثلا بسي في كيرف تول. تمام هو شكله عامل كده، انت لو جيت عملت سيرش عليه على النت يعني هو شكله عامل كده كويس. بعدين عامل زي حرف الجي كده ماشي، وبعدين من هنا هو بيبتدي يرجع لورا. طيب انا اعمل ده ازاي؟ هسويتش الفيو بورت اللي انا شغال عليه. فانا هاجي مثلا هنا من السايد. تمام وعادي جدا هو مش هيتضايق ان انت تكمل رسم. هدوس شيفت عشان اضمن ان انا في ستريت لاين، يعني لان انا مش عارف انا فين بالظبط اهي. طيب لو انا جيت بصيت هنا كده من الفرونت او سوري من البرسبكتيف، هتلاقي بقى ده الشكل اللي عندك. سهله. طيب نظبط بقى الشيب كويس. انا برسمه من دماغي، انا مش حاطط ريفرنس بيشتغل منه كويس. مثلا البوينت دي انا مش محتاجها، هاتلي مثلا دي فوق شويه. مثلا البوينت دي انا برده مش محتاجها. حاول دايما ايه ما تزودش بوينتس وخلاص، لان ساعات كتر البوينت بيبوظ الشكل مش بيديله كواليتي احسن. هننزل مثلا بدي كده، ممكن ناخد دي عشان ناخد الشكل يبقى كيرفتشر اكتر وات ايفر. تمام. طيب هاتلي هنا موديفاي سنتر بيفوت ماشي الكلام. هنيجي هنا هنكريت سيركل من نيربس بريمتيف سيركل اهي. سكيل شيفت سيلكت مين ده، وهيجي زي ما عملنا في الايد بالظبط. هاجي هنا اقول له من سيرفيس اكسترود. هنبص كده اللي حصل. طيب هنا السيرفيس مقلوب عادي جدا، بنقلق من الكلام ده. هاجي هنا كده من المنيو بتاع السيرفيس واقول له ايه ريفرس دايركشن. لو انا حاسس ان هنا سيكشن ضخم شويه ممكن برضو اجي واقلل السكيل شويه بحيث يبقى بالمنظر ده. لو دوسنا 1 2 3 دي برضو الليفل بتاعت السموثنس في النيربس ماشي. هاجي هنا برضو اقول له موديفاي سنتر بيفوت. اوكي انا حاسس ان المفروض ان البتاعه دي تبقى اطول شويه، مفيش مشاكل. هاجي همسك الكيرف دوس 4 اما امسكه مفيش مشاكل فيرتكس، واجي همسك دي وارجعها لورا زي ما انا عايز ان شاء الله بزياده شويه علشان خاطر ابقى مطمن ان الشيب بتاعي تمام ممكن يدخل في الكلام ده بسهوله. طيب هاجي هنا اقول له اديت ديليت باي تايب هيستوري ماشي. وهاجي هنا هقول له طيب تعالى من التوب هات لي دي هنا هي موجودة هنا فين في الصورة. تعال نبص كده في الريفرنس هي موجودة هنا بس بميل خلاص مفيش مشاكل. اجي هنا اعمل روتيت وندخل الكلام ده لجوه شوية بحيث ان انا ابقى ضامن ان هو ايه داخل فيه. بس انا بتهيألي هو بيبقى هنا يعني. برضو انا بصيت على صور تانية كده كتير، بتهيألي ان هي دي بتبقى المفروض هنا عشان دي باين اللي بتحكم في الشدة الانتنسي قد ايه هو بيوصل له بتاع يعني بتاع اللي بيقعدوا يصبوه ده. تمام اتسلكتد عشان مش محتاجها دلوقتي علينا. طيب تعالى نشوف هنا الجزء اللي فاضل اللي هو الحته بتاعت الحديده دي او الاثنين واير دول، وازاي هنقطع الكلام ده. هنسيف ماشي الكلام. الموضوع هنا عبيط قوي، هنعمل ايه؟ نفس اللي احنا عملناه هنا بس بتكنيك مختلف شويه. هاجي هنا اقول له يقول لك ايه هات لي مثلا سيركل طلع حالي فوق سكيل روتيت مثلا كده كبر السيركل نظبطها. تعال نزوم ان كده نشوف القصة ماشية ازاي. طيب انا عندي ده الخط بتاع اللمبة
يعني ما تتخدعش بقى في اللي ورا. طيب هاجي هنا كده على الكنترول فيرتكس وهمسك دي وابتدي احركها كاني بشف برضو الكلام ده، بس على المره دي على ايه؟ على كيرف. تمام، هاجي انزل كده لتحت، ممكن اخد دول احركهم كده شويه. طيب انا هقول ان ده كده مثلا تمام. طيب فاكرين السيركل اللي احنا رسمنا بيها مسحناها ولا ايه؟ تعال نشوف كده. مسحناها، مش مشكله. فاهمين قصدي يعني السيركل اللي رسمنا بيها بتاع دي؟ مش مشكله. طيب فبالتالي هنا ده محتاج يدخل لجوه شويه، فنصغر السيركل. اوكي عايزين نصغرها على الاكس ده، بس نرحلها لجوه شويه تالي كده اظرف. تمام برضو ممكن تصغر هنا شويه. سوري. هنا برضو هي المفروض لمسه الجزء ده، فممكن نيجي هنا ايه بالفرسيز نمسك الكلام ده وننزل بيه لتحت لغايه ما يلمس لي الكلام ده. عايزين نطمن. تمام اوكي. مفيش اي مشاكل. نيجي هنا نقول له كرييت نيربس بريمتيفز سيركل. ادي السيركل بتاعتي اهي، هنصغر زي ما احنا عايزين. شيفت سيلكت الكيرف الجديد اللي احنا لسه عاملينه، وهاجي هنا اقول له ايه برضه نفس الكلام اكسترود. تمام طلعت كبيره مفيش مشاكل، نقدر ايه نصغر السكشن بتاعها لغايه ما يديني السكنس اللي انا بدور عليه. نقدر نيجي هنا على الكلام ده ونلعب بقى في البروسيس براحتنا. هي المفروض ان احنا دي لمسه ده، فانا هاجي هنا لغايه ما يحصل الانترسكشن اللي احنا بنتكلم فيه. ممكن اجي هنا دي احركها فوق شويه ونبص لها من هنا، هعمل ريفرس برضو، هعمل ريفرس مفيش مشاكل اهو ريفرس دايركشن. نمسك كل ده دبل كيت برضو على الاكس ماينس 1. تمام بس هو هنا بما ان دي المفروض ان هم مش يعني مش ملحومين في بعض، فالمفروض دي تبقى اصغر حاجه بسيطه على الزد اكسس. يعني تعالى نقول له هنا مثلا موديفاي سنتر بيفت. تمام المفروض ان هنا الاثنين دول ما يبقوش فوق بعض قوي كده، يعني تبقى واحده اصغر من الثانيه حاجه بسيطه كان هم ملحومين في بعض يعني. ماشي الكلام سيف. اوكي طيب تعالى نشوف الجزء الاخراني اللي هو الحتة اللي هي راكبة هنا دي في البتاع ده عاملة ازاي. هي العملية بسيطة قوي اللي انا فكرت فيه هنا علشان نعملها. هي برضو ممكن يكون ليها 100 طريقة تتعمل، تعال نشوف اسهل طريقة. سي في كيرف زي ما عملنا بالظبط دي، بس انا هشتغل المرة دي بطريقة الايه الريفولف. فانا هاجي مثلا على ده وهدوس اكس عشان اسناب على البوينت. هي عاملة كيرف زي طاقية كده صح؟ طيب وبعدين شفة وبعدين نزلت وبعد هنا بعد كده الكيرف ده لغاية تحت اهي. تمام والحتة دي نازلة على عدل. فيها حاجة سهلة. طيب هدوس دي سنتر بيفت سي، هو حرك الكلام ده علشان يجيبه هنا. ماشي الكلام. وهاجي هنا هعمل له ريفولف، انا متأكد ان هو لونه اسود، ما خلاص احنا حفظنا. هعمل له ريفرس دايركشن وهعمل له هنا موديفاي سنتر بيفت. ماشي الكلام. طيب تعالى نشوف الكلام ده هنظبطه هنا ازاي. اهو روتيت ممكن هنا ندوس اف عشان افوكس عليها، محتاجة تطلع بره. طيب شايفين هنا اسهم عامله ازاي؟ علشان انا وانا بظبط دي خليت الاكسس اورينتيشن اوبجكتس. طيب فلو جيت هنا قلت له مثلا ايه خليها وورد، هتلاقي الاكس والواي زد ماشيين مع ده. ماشي ضخمه جدا طبعا اهي ظهر. حاول نظبطها في المكان بتاعها سكيل اهي.
تاني محتاجة تكبر شوية سكيل. هي ممكن نكبرها لغاية ما تبقى جوه الرينج ده، هيبقى شكلها ظريف. تاني بتاع دي محتاجة تصغر شوية كده، ضخمة اوي. شايفين الاكسس ماشية مع الاي اكس واي زد. انما لو انا جيت تاني قلبت ده اوبجكت المنظر ده، هيمشي مع الشيب، فاقدر ارجعه من غير ما اقعد اجيبه يمين وشمال. ممكن سواء انت شغال على ارنولد او ريندر مان، انا شغال ريندر مان، فشايفين حرف الار ده لو انت دوست عليه هيبتدي هنا يعمل زي ريندر سريع از بريفيو، فاهم؟ هيوريني الشيب بتاع اخباره ايه. تاني احنا ما خدناش وقت علشان نعمل الشكل ده. طيب تعالوا نشوف ازاي نقدر نعمل الشبابيك او اللي هي الفتحات اللي موجوده في الطاقيه اللي فوق دي. فانا هدوس هنا ار تاني عشان ادوس ستوب، تمام. ونيجي هنا نفوكس على الاريا دي. هو شايفين اللي هي الفتحه اللي في فوق دي، هتلاقي على فكره زيها واحد تحت دي. ليه؟ لان انا لما جيت دلوقتي وسعت مثلا الكيرف، انا بقى هنا في فراغ، الفراغ ده هو بيعتبره ان هو انا عايزه مساحه فاضيه. فانا ممكن امسك البوينت دي واجي هنا بالدبليو واحرك لغايه ما تيجي عند الكلام ده وتقفل، تمام. نفس الكلام فوق الكيرف بتاعي اهو هنا فيرتكس، وامسك دي واعمل ايه، اجيبها لغايه ما الدايره بتاعتي تقفل، ماشي كده. طيب هنقطع الكلام ده ازاي او هنعمل الفراغات دي ازاي؟ في عندي هنا حاجه اسمها بروجكت كيرف اون سيرفيس، تمام. يعني احنا لو جينا مثلا قلنا له دي سفير، اوكي، وهات مثلا سيركل اهي، روتيت مثلا على الاكس 90، وجيت عملت مثلا كده، اوكي، مسكت دي ومسكت الشيب بتاعي وجيت من سيرفيس هنا، قلت له ايه؟ سوري، قلت له بروجكت كيرف اون سيرفيس. طيب لو انا جيت بصيت على الكوره هنا، هو كل اللي عمله ان هو زي طبع الدايره بتاعتي دي على الشيب. صممت ازاي؟ اهي يعني مسكت الدايره وابتديت احركها، بصوا بيحصل. طيب ده هينفعني في ايه؟ لو انا مسكت الشيب دلوقتي وجيت هنا من سيرفيس قلت له تريم، على كده نشوف تريم تول، هو هيقول لك طيب في بوردر اهو، انت عايز تخلي مين وتمسح مين؟ انا عايز اخلي ده ومش عايز ده، اعلم عليه لغايه ما النقط دي تروح، وبعدين ندوس ايه انتر، هتلاقي هنا قطع لك الكلام ده. فده التكنيك اللي هنشتغل بيه دلوقتي علشان خاطر ايه نفتح الكلام ده. طيب انا دلوقتي عندي المفروض ان الكلام اللي فوق ده لو جينا بصينا ان المفروض الدايره كلها زي بعض، فانا مش محتاج اشتغل الدايره كلها، فانا هقطعها 4 ارباع اهي، كويس. دوس اف، هاجي هنا انا العدله بتاعتي ايه؟ ده في النص بالظبط، صح؟ يبقى انا هاجي هنا هاخد زي ما عملنا في الازاز، فاكرين؟ هاجي هنا هختار الايز بيرم ده، ماشي؟ هاجي هختار الايز بيرم ده اللي هو الكورنر اللي احنا ماسكينه ده، واجي هنا اقول له ايه؟ دي تاش، تمام. يبقى انا لو مسكت دي ومسحتها فضل عندي الربع ده بالظبط، ماشي الكلام؟ طيب هاجي هنا اقول له اوكي، هات لي بقى سيركل create nurbs primitives circle اهي، ماشي، rotate برضو 90 ديجري، scale حطها مثلا هنا، ماشي، shift select ده، وهاجي هنا اعمل ايه؟ projection. بس انا هنا ما عنديش واحدة، انا عندي هنا حوالي 3 4 او 5. طيب فانا هاجي من البوينت دي طلع الدايرة دي بره، مش هتفرق خالص ان شاء الله، بعيد كده مش هيفرق اي حاجة، كويس. هندوس 5 كده نشوف هي موجودة مثلا هنا، ماشي. هاجي هنا اروح دايس دي عشان احرك السنتر بيفت، واجيبه فين؟ في السنتر بالظبط كده. ليه؟ عشان لما اجي اروتيت للشيب بتاعي اللي هو الدايره او السيركل اللي انا هشتغل بيها كده، هلف حوالين ده. طيب فانا هاجي ادوس كنترول دي دوبليكيت اهي مثلا، وبعد كده ادوس شيف دي عشان يجي نفس المكان بالظبط او نفس المساحات بالظبط،
ماشي الكلام. طيب هاجي هاخد دي شيفت ده ومن الفرونت هنا هقول له مثلا ايه سيرفيس بروجكت كيرف اون سيرفيس. طيب دي هجيبها من هنا، لو جبتها من هنا هتيجي ورا دي، انا مش عايز كده. يبقى انا ممكن اجي هنا من البرسبكتيف مثلا واظبط انا عايز هتيجي فين كده مثلا، شيفت سيلكت ده وهاجي هنا اقول له ايه نفس الكلام بروجكت كيرف اون سيرفيس. اوكي اللي بعده هاخد دي مع دي نفس الكلام، ادوس جي ده ريبيت اخر اوردر يعني. تمام اللي بعدها دي الكيرف ده شيفت ده، ممكن اجي هنا من السايد ندوس اف اهي نفس الكلام بروجكت كيرف اون سيرفيس. طيب دلوقتي هنا انا محتاج مين اللي يفضل ومين اللي يترمي؟ انا محتاج ده يترمي، فانا هاجي هنا اقول له كده ايه سيرفيس، واجي هنا اقول له تريم تول، اعلم على ده بس، لو انت عايز دول كمان علم عليهم، انت مش عايزهم ما تعلمش عليهم، دوس انتر فرغتها مفيش مشاكل اهي. تمام هاجي هنا اقول له ايديت ديليت باي تايب هيستوري، واجي همسك ده اروح دايس كنترول دي دبل كيت، وزي ما عملنا قبل كده اروح جاي هنا قايل له مثلا ايه في السكيل ماينس 1 عشان اجيب الناحيه الثانيه. اوكي لو جينا بصينا تمام مفيش مشاكل، ممكن اجي اخد الاثنين دول اوكي اعمل لهم جروب كنترول جي اوكي دبل كيت. هنا انا هريفرس المره دي على انهي اكس؟ على الزد، فانا هنجي على السكيل بتاع زد بدل ما هو 1 هخليه ماينس 1. عملت الناحيه الثانيه بقى عندي الجزء ده اهو، هنا دول ناقصين، ممكن برضو ايه نزود البوينتس او نزود نعمل اتنين تاني سيركل ونعمل لهم تريم. تعالى هنا نقول له شو نيربس كيرف، لا عشان نطير الكلام ده، لو دوسنا وير فريم اون شيدد شيدنج وير فريم اون شيدد، ادي الوير فريم بتاعنا وادي الشيب بتاعنا. لازم تأكد برضو ان الوير فريم بتاعك نظيف ابن حلال، ما يكونش مكعبل وبايظ، والمهم لما تدوس رندر يطلع كويس. لا هو برضو المهم الوير فريم عشان دي حاجه اسمها توبولوجي، واحنا حاجات هتأثر قدام في التكشنج وهتأثر قدام في الديناميكس والانيميشن والكلام ده كله. اتمنى كده ان انا اكون قلت لكم على شويه تركات ظريفه تساعدكم، وكان الدرس اتمنى يكون مفيد. لو عجبك دوس لايك، لسه ما دوستش سبسكرايب، لو انت مش مشترك في القناه دوس سبسكرايب عشان ما يفوتكش الفيديوهات الجايه.